وصل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم إلى مدينة نواديبو لإطلاق وتدشين عدد من المشاريع التنموية الهامة لصالح سكان ولاية داخلة نواديبو، وذلك ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى 57 للاستقلال الوطني. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نواديبو الدولي والي الولاية السيد محمد بن أحمد سالم ومحمد رارا ورئيس سلطة منطقة نواديبو الحرة السيد محمد للداف وقائد المنطقة العسكرية الأولى العقيد أحمد عبد الودود مبارك والإداري المدير العام لشركة سنيم السيد أحمد سالم للبشير ونواب الولاية في البرلمان وعمدة بلدية نواديبو السيدة رجيبة بنت الدوكي وحاكم المقاطعة السيد أحمد ناء بن سيدبة.